يقول: إذا أجبرني أبي أو غيره أن أخبره بما قال فيه فلان من الناس، فهل إخباري له يعد من النميمة؟ نعم، لا يجوز لك أن تخبره، وكونه يطلب منك ذلك هذا معصية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويسعك قول: لا أدري، لا أدري، ما سمعت.